بما انك انت راس حربه يعني وكراس حربه وكنت راس حربه متميز وهداف، ولكن قبل ما اكلمك على بادجي عايز اسالك سؤال بمناسبه المدربين. بمناسبه نهائي كاس مصر 2007 2 يوليو 2007 اللي انت نزلت في الشوط الثالث او الثاني اه بديل وجبت الهدف التعادل الجول الثالث في الدقيقه 106 وجول الرابع 107 مظبوط في الدقيقه 107. يمكن كان الاول جمال حمزه جاب الجول الثالث نادي الزمالك وانت بعد كده جبت الثالث والرابع. وانت نازل مستر مانويل قال لك ايه؟ هي كانت المباراه دي يعني غير مباراه الدوري اللي احنا بنتكلم عنها بكره، دي مباراه بطوله يعني نهائي كاس بيبقى ليها حساباتها الخاصه شويه وليها استعداداتها الخاصه وليها ترتيبها الفني من المدير الفني. المباراه دي يعني احنا في المباراه نفسها ابتدى عماد وفلافيو وكان في اهداف كتير جدا، يعني وقتها فلافيو ضيع جوان كتير وعماد نادي الزمالك ابتدى الاول عمرو زكي بالهدف، بعد كده عماد متعب هدف التعادل شيكابالا، بعد كده ابو تريكه في اخر المباراه بنتعادل ده في الوقت ده في الوقت الاصلي للمباراه. قبل الهدف بتاع ابو تريكه كان جات لي فرصه جات لي فرصه يعني شبه انها سهله لا بس بطن رجلي. انا الفرصه اللي كنت عايز اكلمك فاكرها قوي والله ابو تريكه لان عملها اسامه عملها بعبقريه انه حط جسمه خلى المدافع يسيب اسامه خالص اي لمسه. اسامه حب يعمل ايه بقى؟ حب يلعبها بنالتي طوح الجون وداه في حته صح. كان الكره ابو تريكه بيعملها بوش رجله الخارجي ففضلت تلف مستني الكره تقف ومانو جوزيه رش الملعب فبحط بطن رجلي طلعت من جنب العرض. هي دي كانت يعني صعوبه أيوة الكره في كده حلوه. لكن احنا كمباراه يعني كنا مسيطرين بشبه يعني كامل على المباراه اضعنا وقتها اهداف كتير. بس وانت نازل في نازل دي كنت حاسس مستر مانويل قال لي في فرص كتير في المباراه ركز في فرصه عشان نقتل بيها المباراه. هو ده كان ده كان كلام مانويل جوزيه يعني فلافيو بيضيع وعماد بيضيع الزمالك طبعا فرقه كبيره وفرقه محترمه عندهم عناصر مهمه. حلاوه المباراه ان الزمالك بيسجل واحنا بنتعادل زي في الاول عمرو زكي بعد كده عماد متعب بيتعادل الهدف الثاني شيكابالا بعد كده ابو تريكه في الثانيه الاخيره بندخل بقى في وقت اضافي جمال حمزه صح وقت اضافي. مين بقى الفريق اللي بدنيا واقف صح؟ مين الفريق اللي ذهنيا واقف صح؟ هي دي كلها برضو بتحسم المباراه. النهارده انت مش بتلعب 90 دقيقه بس غير مباراه بكره 90 دقيقه مباراه دوري، لا ده انت ليها ساعات خاصه الدكه عندك بتلعب دور مهم. فانا النهارده ما اقدرش اغير تغييراتي كلها واخلصها وانا لسه عندي وقت اضافي فانت حساباتها مختلفه. الحاجه الثانيه دخلنا الشوط الثالث والرابع النهارده دخلنا في المباراه بشكل قوي. جمال حمزه فاجئنا بهدف وهدف حلو جدا. دخلنا احنا بقى الشوط الرابع يعني جبت انا جول في الدقيقه 106 زي ما حضرتك بتقول والدقيقه 107 احنا مجرد ان احنا تقدمنا خلاص المباراه بالنسبه لنا خلصت انتهت. كان مستر مانويل انا فاكر كنا احنا مسافرين بعد المباراه دي كان عندنا طلعنا من استاد القاهره تعشينا في الفندق بعد كده طلعنا على المطار عندنا مباراه بعدها ثلاث ايام في ساحل العاج مع اسك. واحنا في المطار مستر مانويل قال ظروف المباراه دي بالشكل اللي حصل ده هيبقى ليه تاثير نفسي على الزمالك لمده سنوات طويله. انك انت النهارده بتقرب منه مباراه القمه او بطوله واحنا خاصه الحمد لله في الفتره دي كنا مكتسحين كل البطولات دايما مباراه الاهلي والزمالك كنا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى بنقدر نحسمها. فقال التاثير الذهني والنفسي هيسيب اثر معاهم كبير. فدي كانت حلاوه المباراه. مستر مانويل دايما في مباراه الاهلي والزمالك كان بيشتغل على التفاصيل الصغيره. كابتن اسامه اشتغل معاه يعني كان مساعد في الجهاز الفني فتره كبيره. دايما المباريات الكبيره كان بيقول لنا دايما التفاصيل الصغيره ليه زي ايه بقى؟ ممكن كره ثابته كره ثابته النهارده انت بتشتغل عليها قبل المباراه تتنفذ بشكل صح ممكن تحسم المباراه. النهارده تفصيله مثلا تفصيله صغيره ممكن يكون في سلبيه في مدافع مثلا. انت النهارده واحنا بنشتغل كمهاجمين لا ده انا النهارده ممكن انا كمهاجم واحنا كنا دايما النقطه اللي بيتكلم فيها الكابتن شريف النادي الاهلي كان بيلعب باثنين مهاجمين ودايما تحتيهم ابو تريكه كان شكل اللعب كده دلوقتي شكل اللعب اختلف خلاص. فانت النهارده كنا اثنين كمهاجمين لازم تفتح الملعب بتفتح على اطراف الملعب بيبقى معاك المساك ومعاك الباك وهنا معاك الباك والمساك بتقدر تدي مساحه من قلب الملعب ممكن ابو تريكه يجي ابو بركات يجي السرعات
فدايما التفاصيل الصغيره دي. كان في تفاصيل معاك انت في الجول اللي جبته في الزاويه قال لك في ماتش زي لا ده كان نهائي افريقيا. ده كان نهائي افريقيا قال لك تحط الكوره في الزاويه دي في المكان ده ودي قعدنا نتمرن عليها في المعسكر كتير. ازاي هو يوصل للاعب التفاصيل الصغيره دي عشان دي دايما اللي بتحسب بيها المباراه. لكن تفضل طبعا مباراه الاهلي والزمالك يعني 4-3 دي يعني من الذكريات الحلوه دايما الناس اللي انت قلت عليها كابتن ايمن مهم.